معكم متابعينا الكرام من مدينة القدس المحتلة وتحديدا بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك. جرافات وقوات الاحتلال في هذه اللحظات تقوم بمحاصرة بناية سكنية مكونة من 5 طوابق تمهيدا لهدمها بحجة البناء دون ترخيص. هنا تقوم قوات الاحتلال بمحاصرة المنطقة وإغلاقها وعدم السماح لأي أحد من الاقتراب من محيط المنزل. أيضا تمنع يعني أهل البناية السكنية من الاقتراب وتفريغ محتويات المنزل من الأثاث ومن المعدات الأساسية، وفقط تسمح لهم بأخذ يعني عدد بسيط من احتياجاتهم الرئيسية. الآن يعني نرى محاصرة الجهات وإغلاق مداخلها بالكامل تمهيدا لهدمها. يعطيك العافية. بدي تعرفني بنفسك، تحكي لي ايش يعني اللي عماله حاليا بصير في المنطقة. قرار من بلدية الاحتلال الجائر هدم لبناية 3 طبقات، 5 سكن ومحلات، مساحة حوالي ما يقارب 250 متر، بسكنها من 30 ل40 شخص في هذه البيوت. مع الأسف صبحوا وطوقوا البيت، طجروا البواب، طردوا النساء والأطفال واستولوا على البيت بدون أي حق، لأنه حتى ما عطوش فرصة، لأنه اليوم عمالنا صرنا ساعات بنحاول إنه نخرج العفش أو الأملاك اللي موجودة، لأنه مش راضين يعطونا بعض الأشياء اللي يعطونا إياها لأنه نقدر نخرجها. مع الأسف جيش متغطرس، جنود مستفزين بيحاولوا يستفزوا كل شخص موجود هون وكل مواطن. هذه القرار اللي اليوم اللي احنا عمالنا بننتظره، بكل لحظه رايحين تيجي الجرافه وتهدم. بتحكي لي يعني حصل في هون اعتداء على السكان، ابعاد عن المحيط، حاليا هم شو بيعملوا جوا يعني العماره القوات اللي محاصرتها؟ نعم، اعتدوا على اشخاص كثير، اعتدوا منهم على اخ لإلي حازم وتم اعتقاله من قبل حرس الحدود والشرطه. ابعدونا ما يقارب 100 ل200 متر عن المبنى. قوات كبيره في داخل البيت مع اللي هم الاشخاص اللي بيجيبوهم من اجل تفريغ المبنى، بيحاولوا هذول يفرغوا شغلات بسيطه من اجل اللي انه يقدر اللي انه المواطن هذا يتعامل فيهم. مع الاسف عجرفيه، عدوان سافر واضح من جنود الاحتلال الموجودة، عدوان قهري، قهر الرجال اليوم موجود في هذا الحي. أستاذ يعني احنا بنعرف انه يعني هون في هدم، حي بطن الهوى مهدد بالإخلاء وانت منزلك مهدد بالإخلاء، يعني نحكي عن ما تعانيه سلوان من قرارات إخلاء وهدم وتهجير. نعم، انا ايضا اخوي اللي ايضا موجود اليوم عنده الهدم، هو له منزل احد المنازل المهددين بالاخلاء من قبل عطيرة كهنيم. نحن سنين نعاني مع المستوطنين والبلديات والطبيعة والأرنونة، يعني 6 أحياء بسلوان، مش حي واحد اللي هو بطن الهوى، البستان
وادي حلوة، وادي الربابة، وادي يصول، وعين اللوزة، كلهم مهددين، إن كان بهدم بيوت بدون ترخيص، إن كان استيلاء على الأراضي من اللي هي الطبيعة، إن كان هدم بيوت من أجل بناء حدائق ثورتية للمستوطنين، استيلاء على بيوتنا بحي بطن الهوى. مع الأسف صار لنا سنين من قاتل وسنين من حارب، ولكن دون جدوى. اليوم السياسة الممنهجة اللي موجودة هي اللي يمكن بتحكم هذه القرارات. يعني بنهاية كمقدسي مهدد، ما هي الرسالة اللي بتحب توصلها؟ صحيح، يعني اللي أنا شفته اليوم يعني رسالة لازم إنه إحنا كشعب واحد نتكاتف، رسالة لازم شعب واحد لأنه نقف بيد واحدة من أجل الدفاع عن أملاكنا، عن عقاراتنا، عن أراضينا، عن بيوتنا. لا يجب أن يعني كما أرى لا يوجد أهل سلوان موجودين، لا يوجد. لازم هذا التواجد، التكاتف اللي هو يفرض على الاحتلال اللي إنه يوقف ويفكر أكثر من مرة، لأنه في مين اللي دافع عن أملاكه وعن ممتلكاته.